بسم الله الرحمن الرحيم. كثير جتني أسئلة بخصوص تغيير الخلفية، ألوان الخلفية. طبعا مثل ما أنتم شايفين هذه الصورة عندي في حسابي في الإنستغرام. أول شيء نبتدي فيه، أنا عادة أحب أدبل اللير. أول شيء أحب أقول لكم لازم تكون الصورة ملتقطة صح، والخلفية تكون يعني نظيفة عشان تسهل عليك العمل في الاختصاص. أول شيء تبدأ فيه Quick Selection Tool. أوكي، تحدد الأماكن الفاضية، تقرب شوي زوم عشان تقدر. طبعا أي أداة تحديد، مو لازم إن تكون نفس الأداة هذه، أي أداة تحديد. أوكي، تمام كذا حددنا الموديل كامل. نشيل العين، لا في فوق. إذا صار زي كذا تقدر تختار أداة ثانية عادي، يعني تكمل بأداة ثانية أو نختار كويك سيلكشن الماسك حق التحديد، تضغط حرف الكيو بيطلع لك. عادي يعني إذا ما ضبط معك زي كذا يضبط معك زي كذا. نفك ال quick selection، كذا يكون حددنا الموديل كامل. نروح للماسك، نضغط على الماسك. طبعا تشيل العين عن الخلفية الأساسية. اوكي، تحدد الماسك، تعكس الماسك الآن كنترول اي او كوماند اي للماك. كذا حلوين. طبعا انا بسويها بشكل ادق. بالنسبة للشعر تقدر عن طريق لو تلاحظون هنا في شيء ما مسح، تاخذ البراش تول اختصارها بي بالكيبورد، سوري، تخلي اللون الابيض. طبعا تعكس الالوان الاكس. لو تلاحظون هنا في شيء طار من عند الخد، عادي جدا يعني. كذا كويس. الآن نضغط على من السلكت، نروح ريفاين ماسك. نخلي كذا زي ما هو مقتص، يعني نأشر على هذه، نحدد الشعر عشان يكون الشعر باين ويعطينا أكثر واقعية للشعر. كده كويس، شوفوا كيف، شفتوا كيف، شوفوا قبل وبعد، شفتوا شيء جميل، شوفوا شلون فصلنا عزلنا الشعر عن الخلفية. طبعا هذا التنعيم الأطراف، هذا يزيد لك الفذر بالسلكشن. هذه زيادة الكونتراكت زيادة حدة الأطراف، تزيد حدة الأطراف. طبعا هذا ينقص، طبعا تشوف كل شيء بعينك، يعني تشوف الشيء المناسب. ولا تنسى، لا تركز مثلا على الشعر، ارجع ورا شوي تشوف باقي الجسم، ممكن أنت في شيء ما. طبعا على حسب أنت، تشوف الشيء المناسب بشكل، هذا يعطيك التفاصيل أكثر. تشوف هنا في زايد، هنا في يبغى له تعديل. على العموم نيو لاير ويز لاير ماسك، ونضغط أوكي. حلوين. الآن يبدأ دور الخلفية. الخلفية وش تبيها، أي لون اللي أنت تبيه، تختار سولد كلر، تختار اللون اللي تبيه. مثلا قلنا نبي اللون هذا. أوكي، تبدأ الآن تختار لون أبيض. أوكي، تنزل اللاير تحت، حلو، تختار التدرج اللوني هذا Gradient Tool. طبعا تروح للوسط وتضغط Shift عشان يكون معنا التحديد مستقيم. لو تلاحظون لو أروح فوق يظل مستقيم التحديد، لكن لما أفك الشيفت عادي يصير مرن، لكن أنا أبغاه مستقيم يكون.
التحديد يكون على اللاير هذا، مستقيم، تضغط كذا، تسحب، تسحب، تصغر، تكبر، تغير مكان النقطة البيضاء هذه. طبعا هي تعطي جمالية تعطي جمالية انتبهوا من هذا الشيء، انه يصير بالاطراف لازم نكبر. نضغط اوكي. الان مثلا انت ما اعجبك اللون الاخضر، تبي تغير اللون الاخضر. اوكي، نروح للهيو ساتوريشن ادجستمنت، هيو ساتوريشن، ونغير اللون. تختار اللون اللي تبيه للخلفية، طبعا بيكون بشكل أدق، طبعا أنا شرحته لكم على السريع كذا مناسب. مثلا يعني أنا عادة أميل للألوان الباردة، الألوان الزرقاء. طبعا أحيانا تكون لون البشرة ولون الصورة بعيدة عن لون الخلفية، تاخذ اللون، طبعا هذه الآن ندمجها مع بعض، مارج جروب، مارج لاير، صارت لون واحد معنا. الآن ندب اللاير، نخليها فوق، نروح فلتر، بلور، افريج، بتصير لون واحد. نحول المود الى كلر، نخفف الاوبستي شوي عشان يعطينا اكثر، تصير قريبة من اللون الخلفية، لون البشرة. لو تلاحظون صارت اقرب للبشرة واقرب للعين، عشان تعطينا اكثر واقعية، اكثر حيوية. كذا نكون انهينا الدرس. لا تنسون السبسكرايب للقناة ونشر الفيديو. شكرا لكم، يعطيكم